بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام إن شاء الله بسم الله يكون عن أول قائمة وهي قائمة مي. مي دي طبعا من اسمها بتخصني أنا كفطر. طبعا الكلام مش راح يكون جديد، في حاجات هتكون كتير متكررة. مثلا لو رحت على مي وضغطت على بروفايل فراح يجيب لي البروفايل تبعي، وحتى بمجرد بان انا ضغطت عليها راح اكتفلي من تحت في البار اللي من تحت، في التول بار اللي من تحت، ان حضرتك فاتح البروفايل. وسبب ان احنا طبعا حكينا في موضوع البروفايل ديت وان هو عبارة عن ايه والكلام ده. ده بالنسبة للبروفايل. الجانب الثاني كان خاص بالابيرنس. ابيرنس فتح لي التيشيرت، الرمز الخاص بالتيشيرت. وسبق ان احنا برضو قصرنا الكلام عنه في موضوع الاوتفيتس. الجانب التالت كان خاص بتشوز ان افاتار، وفي ده البار الاولاني لو حضرتك عايز تشوز افاتار معين. اما بالنسبه للانفنتوري فراح هيفتح لك القائمه بتاعت الانفنتوري او المخزن تبعك. الجانب اللي جاي بمناسبه الحديث عن برضو انفنتوري، لو انا فتحت الانفنتوري بلاقي اني ممكن افضي الترش كاختصاره بسرعه، يعني بدل ما انا اروح على الترش وابتدي اعمل لها كده ممكن افضيها من هنا. الجانب الثاني كان خاص بالابلود، يعني انا ممكن ارفع الحاجات تبعي من هنا، جاست اعمل كلمه ابلود وعن طريق اتعامل عادي، يعني مش شرط اني ابقى فاتح او اني ارفعها في مكان معين وبعدين ابتدي اجيبها من عندي. طيب ده بالنسبه للانفنتوري. الجانب اللي جاي كان خاص بالبلايسز، وفي البلايسز احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وده البار كان خاص بالبلايسز. الجانب اللي جاي كان خاص بالبيكس، وموضوع البيكس دي سبب ان احنا برضو اتكلمنا عنها في موضوع البروفايل. لو احنا ممكن نكون فتحنا البروفايل هنلاقي ان احنا عندنا جزيره بروتكتد هي اللي معمول لها بيك، يعني حتى كنت بتلاقي في موضوع كان اسمه بيكس الحاجات اللي انت عملت لها بيك، هي دي نفس السيناريو. لاند ده زي ملقاط كده، انت بتحاول فيه تعمل بيكنج الاماكن اللي انت بتكون موجود فيها علشان تخزنها في البيكس دي. تمام اوكي جاي. بالنسبه للجانب اللي جاي كان خاص بالاكسبيرينسز، وطبعا مش هنحكي فيه دلوقتي. الكاميرا كنترولز طبعا هي مفتوحه. اما بالنسبه للموفمنت فانا عشان فلاين عشان طاير ممكن طبعا لو انت عايز تطير تعمل هوم سيت داون الت كنترول الت شيفت اس ستوب فلاينج الكلام ده، شويه اختصارات. الستاتيوس لو انت كنت مثلا اواي اور دونت ديسترب، لو انت كنت مشغول او كده ممكن تغير الحاله بتاعتك ل دونت ديسترب. ده مش هيخلي اي انكمنج نوتيفيكيشن تجي لك، مسجز شات او اي حاجات زي كده، لانك هتكون في الحاله دي. طبعا ممكن تغير انك تشيل الصح من على دونت ديسترب، فبالتالي تقبل ان الناس تبعت لك رسائل او كده. او اواي لو انت كنت ضغطت عليها هتلاقي ان الافاتار بتاعك بيجي بالشكل العجيب ده كده، بتحس ان هو يعني خلاص كده الراجل يعني هينام عشان انت قوي منه. تمام او اول ما تبتدي تتحرك الماوس تلاقيه بيبتدى يفوق يعني. تمام جميل. الجانب اللي جاي كان خاص بالباي لندن دولارز. من فوق كده لو بصيت بتلاقي ان انا عندي تقريبا 2080 لندن دولار. لو انت عايز تشتري بقى لندن دولار تبتدي تحط المبلغ تبعك، وبيقول لك انايبل تو باي بيمنت. ماشي، بيقول لك انت ما عندكش طريقه فعادي مش مشكله، انت ممكن تشتري بس من على الماركت من جوه، يعني من البروفايل تبعك في سكند لايف. المهم ان هو ده اللي بتحاول تجيب منه الفلوس. طبعا لازم أن يكون معاك بيمنت ميثود زي مثلا فيزا انترنت او كده، او حساب اونلاين حساب بنكي وكده. الجانب اللي جاي كان خاص ب ماركت بليس لسن. هو بيقول لي الناس ممكن تبيع، انت ممكن زي يعني يبقى معاك مجموعه من المنتجات وتبيعها، يبقى انت معاك ستور على الماركت بليس بتاع سكند لايف لو انت عايز تبيع، يعني نفس المكان اللي احنا اشترينا منه مثلا البدل والساعات والكلام ده، ممكن
ناس لو الناس تفهم تشتغل مش او 3D ديزايننج للميتشز ديت وممكن تبيع شغلها على سكند لايف. الجانب اللي جاي كان خاص بالاكونت داشبورد واللي فيها بتدي يدخلك على دايركتلي سكند لايف الموقع الرسمي اكونت وبيقول لك ها الميل والاسم بتاع الافاتار علشان ايه تبتدي تعمل لوجن على البراوزر تبعك البرمجة غريبة عشان تروح على الداشبورد تشوف بقى ايه الحاجات تبعك والكلام ده. اما عن الجانب الجاي بتلاقي ان في البريفرنسز، والبريفرنسز دي فيها كل حاجة تتعلق بالضبط وخصوصا مثلا الجنرال والجرافيكس والساوندز لو انت كنت عايز مثلا توصف المايك تبعك وغيره من الامور المختلفة. ومعانا برضو مثلا في الشات ومعانا الموف والفيو والكالرز والبرايفسي، يعني في امور مختلفة حتى وممكن فيها تبتدي تتحكم في الاوباسيتي. طبعا انا عندي مشكلة في الصوت، الاوباسيتي بتاعت البارز ديت فبتلاقيها هي بقت شفافة شوية او مصمتة شوية. الجانب الجاي كان خاص بالتول بار بوتونز، انت عايز يعني مثلا يكون في ايه لو انت مثلا بنت دي عايزها تبتدي تاخدها تسحبها مثلا على البار فتبتدي تضاف، انت بقى مش عايزها تبتدي تكليك عليها وتقول له ان ريموف بقى مش عايز البار ده وهكذا، اللي انت عايزه بتبتدي تشده ممكن تعمل كلير للتول بارز كلها او ترجعها للديفولت زي ما انا كنت موجود مثلا على الاعدادات الافتراضيه. معانا تاني في دول كنترولز اللي انا ضغطت عليها هي بيقول لي بص الاكشن ديت هيشيل لك كل الكنترولز عشان ترجعها اضغط كنترول شيفت يو، فلما مجرد من يضغط هيفضي لي الشاشه خالص ولا في انفنتوري ولا الكلام ده بيديني المساحه دي. طبعا هو كان بيقول لي كنترول شيفت يو عشان ترجعها للوضع الافتراضي معاه. الجانب اعطوا بيقول لي شو ال اتش يو دي الاتاتشمنت هنجيلها ان شاء الله باذن الله ديت، وبالاخير بيكون في اكزيت للسكند لايف لو انت كنت عايز تطلع من السكند لايف. ده بالنسبه لملخص بشكل سريع كده عن قائمه مي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.